صباح شمعه تقصف انس الشاي برهم وشيرين بيوتي يكسر بقانون الجاذبيه. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر نيرين بيوتي التي وثقت لحظة سفرها بهذه الستوريات. شيرين بيوتي قامت بالأمس بقص الغرة، فما رأيكم بإطلالتها الجديدة؟ برهوم معراوي كسر اليوم قانون الجاذبية بدخوله للجيم، وكل المتابعين يتمسخرون عليه بعبارة يا رب ما أصدق النتفة ده يصير معدل. ولا ننسى أيضا معاناة ذلك القط الصغير مع برهوم. بطل شوفني بعد شهر، شهر واحد. صاير أزعر إيه صاير أزعر صبا شمعة أصبحت أكثر اليوتيوبرز مثيرين للجدل في هذه الفترة، فبعد أن قصفت جبهة عمر أخو زوجها وصرحت أنها لا تحب محتواه، فصبا أيضا في فيديو لها انتشر على اليوتيوب صرحت أنها لا تحب محتوى أنس الشاي. فما رأيكم بتصريحات صبا شمعة في هذه الفترة؟ مش ما بحبه، بس مثلا ما بحب الكونتنت وبدون ما حد يهجم علي عادي، في ناس برضو ما تحب الكونتنت تبعي، اتس فاين عادي. أنس الشاي أردني هو، يعني أنا كشخص بحبه. في يوتيوبر كانت تضحك كثير تحكي عني بشغلات كثير سيئة، بعدين أي كونفرنت هير حكيت معها صرت تحكي عني أشياء سيئة. أنا أز كونتنت هلا كشخص كثير بحترمه وهي سو نايس حسنا، بس ما بحب أبدا الكونتنت تبعه أو طريقته بتقديم الفيديو. عمر برد وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم لدعمكم وحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.